الجميلة منى شلبي، وهيتم تكريم مسلسل اختيار بأجزاءه الثلاثة خلال المهرجان. كان في تصريح للفنانة سماح أنور أثار الجدل بشكل كبير بعد حديثها على النظام الغذائي اللي بتتبعه عشان تحافظ على رشاقتها، وإنها مش بتشرب مية تقريبا أو مش بتشربش مية خالص بقالها 18 سنة. وقالت في لايف ليها على حساباتها الرسمية: أنا هحكي تجربتي الشخصية في موضوع الرجيم من وجهة نظري. عايزة أقول لكم على سر ومحدش يعمله لأنه غلط، أنا بقالي حوالي 18 سنة ما شربتش مية خالص، لأني أعرف أن المية ملهاش لون ولا ريحة ولا طعم، وده لا يتوفر في المياه الحالية، لكن بشرب مية حاليا جسمي بيتعبني. أنا بطلت الأدوية وبطلت المية وجسمي بقى رائع. وقالت كمان: تعالوا نتكلم علميا ومن غير فتاوي، نفسنا نتكلم علميا مرة بجد. عضلات القلب بتضعف بسبب المية الكتير، واللي بيلعب اليوجا عارف النظرية الجديدة اللي بتقول أكل المية أكتر مما تشربها، يعني أنت حاول تاكل المية من خلال، أكيد هي تقصد من خلال الفاكهة والخضروات. الجسم محتاج للمية اللي بياكلها من خلال الفاكهة والخضار، زي ما قلتلكوا أهم مصدر المية الطبيعية واللازمة للأجسام الحية. لكن هي طبعا نصحت الناس ان هي ما تمشيش على نفس النظام الغذائي اللي هي بتتبعه، لان اكيد كل شخص بيختلف طبيعه جسمه عن التاني. نروح بقى للفنان الجميل والمطرب الرائع بهاء سلطان. طرح